thank you السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم عن جديد بقناتي اعزائي المتابعين اليوم رح نقدم الحلقة الثانية بوصفات الدجاج اللي صورت لكم اياها عن دجاج الزين اليوم رح نعمل الكريسبي مثل ما تم التصويت على تكملة وصفات الدجاج ان شاء الله طريقة كتير رح تعجبكم وسهلة ما فيها بيض وما فيها لبن بقصد اللبن الزبادي اليوغورت حضرت لكم كمان طريقه لعمل بهارات الكريسبي بطريقه مدروسه بتقدروا تستفادوا منها وتطبقوا الوصفه بالبيت هلا خلينا نشوف طريقه عمل الكريسبي بلا ما اطول عليكم اكثر من هيك بدايه راح اعرض لكم طريقه التحضير عندهم بالمطعم بعدين بتشوفوها معي بالمنزل شفتوا نتيجتها بدايه الفيديو كيف كريسبي ومقرمشه وطعمتها عن جد غير شكل هلا هون فيليه الدجاج او الشرحات قطع منا الاجزاء الزيادة آه وهلا قسمها لجزئين بدي اقطع كل جزء لاصابع مثل ما واضح عليكم يعني هي مثل تشيكن زنجر مسبقا انا نزلتها بالقناه من سنتين اذا بتحبوا تشوفوا طريقتها كمان بتلاقوها صندوق الوصف هون عنا الكريسبي متبل وجاهز بدنا نعمل هلا قدامكم آه عيني لحتى نشوفكم طريقة العمل كيف هن طبعا بيعملوها بكميات كبيرة بس مشان التصوير عملونا جزء صغير حط هون نصف ملعقة طعام من الهيل حبهان المطحون ملعقة طعام مليانة من بودرة الماجي بنكهة الدجاج او مكعبين من مرق الدجاج حسب الرغبة رح اضيف كمان تلات ارباع معلقة من معجون الليمون ومعلقة طعام من الملح وملعقة طعام من بهار الكريسبي وهلا رح يضيف مي عادية من الحنفية لحتى ياخد نسبة وكثافة البهار والملح لان هذا الشيء كتير مهم انه تظهر طعمة البهار ويظهر الملح شوي صغيرة المي كمان الى دور بتخلي البهارات تغلف الدجاج بطريقة رائعة وبيطلع طعمة مميز وهي العمليه بيقولوا لها عمليه الخميري طبعا ما فيها خميري لكن اسمها مرحله الخميري النقع يعني تمام بيحط هلا الدجاج الستريبس بقلب الخلطه وبيخليهم اقل شيء من 4 ل 6 ساعات مثل ما حكينا بوصفه البروست سابقا او اذا بتخلوهم ليله كامله بيكون افضل بعد عمليه الخميري او النقع بدهم يعملوا عمليه التطحين او التغليف كميه من الطحين هلا رح يحط عليهم ملعقة طعام من الملح ونصف ملعقة طعام من الهيل المطحون الحبهان وكمان رح يضيف فلفل ابيض نصف ملعقة طعام هلا هذا الفيديو من فيديو البروستد شايفين ما رجعت انا هذا بهارات بروستد اللي حاطه ملعقة طعام انتو بتحطوا بدالها بهارات كريسبي بس هذا الفرق ورشة فانيلا صغيرة وبقلب المكونات مع بعض ما فيها بيكنج باودر ولا فيها نشا ولا فيها بقسومات او كعك مطحون ولا حتى طحين الدرة الاصفر اللي أرمشي ما أرمشي بدون اي اضافات بتحبوا تضيفون ضيفوهم لكن هني هاي هي طريقة العمل بيحط الدجاج المنقوع المصفى من الماء بعملية التطحين او التغليف بيغلفها بالاول دور بعدين بيروح بيحطها بخليط سائل هو عبارة عن ملعقة طعام من بهار الكريسبي وملح يكون ظاهر شوي بالدقوق دوقان وبيحط لترين من المي وكاسة حليب كاملة، ها هي بخلطهم مع بعض كتير منيح بدايةً إذا نحطن بخليط الطحين رجع حطهم بالسائل لمدة ثواني فقط وصفاهم من المي رجع حطهم بالطحين وعم يغلفهم لمدة دقيقة بتضلكم تحركون بهاي الطريقة انتو بتشوفوا انه لسه بدها ولا لا هلا هاي لسه بدها كمان شايفين ما تغلفت بشكل كامل واخدت هذا الشكل المقرمش بيرجع كمان بنزلها بخليط السائل ما بيطول عليها ابدا بيرجع بصفيها من المي وبيخليها كمان دور بالطحين طبعا هذا الطحين عم يرجع ينخله كلياته ويشيل منه هاي الفتايل اللي عم تنزل اثناء عمليه التقليب او التطحين هيك صاروا تمام شايفين هاي ثلاث مرات بحطون على الصينية وبيكونوا جاهزين للقلي ما بصير انكم تغلفون تتركون بلا قلي لان الماء المي رح تبق ورح تروح طبقة الطحين وبصيروا بلزقوا ببعض انتو اذا بدكم تجهزون للتفريز ممكن تحطون بصينية وتفرزون مثل ما هني وقت القلي بتطلعون من الفريزر على الزيت اذا بتحبوا تقدموا معها بطاطا هاي البطاطا بتجيون جاهزة مقطعة بنقعوها بالماء والملح حتى تضل محافظة على لونها وما تسود اذا هلا الكريسبي صارت جاهزة بيكونوا مسخنين زيت على درجة حرارة متوسطة لان اذا كانت النار قوية بتحترق الكريسبي من الخارج من الداخل ما بتستوي بيوزعوا باماكن مختلفة حتى ما يلزقوا ببعض بتشمعوا يعني وهون بيعمل لهم تقليبي وحدي والقلاي بتضلها مكشوفة ما بيغطيها مثل البروستيد لهيك درجة الحرارة كتير مهمة لازم تنتبهوا تكون متوسطة قلبهم مرة ورجع كمان قلاهم بالزيت لحتى ياخدوا اللون الذهبي وينضجوا ها هي, هي بكل بساطة وهلا انا رح شوفكن طريقة العمل بالمنزل مع طريقة تحضير بهارات الكريسبي طريقة مدروسة لحتى تطبقوا الوصفة وتجربوها لأولادكم بطريقة كتير ناجحة عندي هون شرحات الدجاج أنا قطعتهم مثل ما قطعهم المعلم بالمطعم وهيك بيكون شكلهم المعتاد عندي هون أقل من كيلو يعني 750 جرام بدنا نبدأ هلأ بعمل مراحل التتبيلي عندي هون بهارات الكريسبي أنا جبتلكن ياها من معلم لعمل البهارات مقاديرها هي زنجبيل مطحون 100 جرام هيل حبهان مطحون 50 جرام كزبرة 25 جرام جوز الطيب 25 جرام قرفي 15 جرام شوفان 25 جرام وأنا أضفت من عندي ملعقة طعام من الفليفلي الحمراء حلوة أو حرة حسب أنتو شو بتحبوا هي ما أنا من ضمن القائمة الفليفلي والأوريجانو كمان أنا حطيت من عندي ملعقة شاي هدول اذا بتحبوا تضيفوهم بيعطوكم كمان نكهه رائعه ممكن اضافه كمان توم بودره بصل بودره ملعقه بملعقه بس انا اكتفيت بهاي المقادير أه صدقوني يعني البهار إنتو فيكم تتحكموا بنكهته حسب ما بتحبوا يعني اذا بتحطوا زنجبيل وهيل بكفيكم وبيغنيكم عن كل البهارات حتى لو ما قدرنا نحصل البهارات الكريسبي ما أنا شي مهم انا بالنسبه لي مراحل التحضير والتخمير والتطحين هي اهم من البهارات كلها يعطى اذا هلا انا بدي احضر التطحين حطيت كميه من الطحين يعني نصف كيلو وضفت عليه بهارات الكريسبي ملعقه طعام وملح كمان معلقه طعام وراح اضيف هلا هيل او حبهان مطحون نصف معلقه شاي وراح اضيف فلفل ابيض معلقه شاي وفانيلا رشه صغيره الفانيلا رح تستغربوها لكن عن جد كتير كتير بتعطي نكهه رائعه وبتقضي على الزنخه جربوها وما رح تندموا ابدا بخلط المكونات مع بعض هيك بصيروا جاهزين رح اعمل هلا خليط الخميري او النقع للدجاج معلقه طعام من بهارات الكريسبي اللي حضرناها معلقه طعام من بودره الماجي او بتحطوا مكعبين مرقه الدجاج بتذوبون وراح اضيف معلقه شاي من الهيل او الحبهان المطحون وملح معلقه طعام راح اضيف هلا معجون الليمون بتجيبوا الليمون آه البلدي مع القشر بتقطعوه وبتنزعوا منه البزر وبتحطوه بالخلاط وتطحنوه ما بيعطيكم مرار بالعكس بيعطيكم طعمه رائعه ممكن تستفيدوا من القشر كمان وتطحنوه معهم بما انه نحن رح نضيف مي للخلطة فالمرار ما رح يتم ابدا بالخلطة فاطمنوا لهذا الموضوع مجرد انكم تطحنوا الليمون بصير عندكم هذا المعجون بس بتنزعوا منه البزر هلا انا هدوك كنت طحنته للبروستد وتلشتن وقت استخدمت ما مكان فاكين لهيك طحنت وحدي على السريع شايفين قوامة شوي رخو بدي ضيف هلا مي عادي من الحنفية على الخلطة وحطيت يعني لتر كملته كله وبخلط المكونات مع بعض هلا بدي اضيف شرحات الدجاج اللي قطعناهم هني اقل من كيلو يعني هدول بكفوا لثلاث اشخاص برياحه هاي الكميه هلا نحنا ما بيهمنا كميه النقع مهم تغمر الدجاج تمام يعني تغطيه كلياته بالكامل قلبتهم شوي بهذا الشكل وتركتهم بالبراد منقوعين هلا انا تركتهم بس ثلاث ساعات ونص لاني عملتهم بنفس اليوم مشان لحق صور لكم الوصفة بالبيت وتشوفوا معي نتيجتها ما طولت عليهم بالناع لكن انتو اذا كنتو تحضروهم يفضل تتركون اقل شي ست ساعات او ليلة كاملة بيكون افضل لهيك هلا انا عم قلبهم لياخدوا التتبيلة تمام بغطيهم اذا وبحطهم بالبراد هلا بدي احضر الخليط السائل يلي راح نغلف فيه الدجاج نصف ملعقه طعام من بهارات الكريسبي نصف ملعقه طعام من الملح نصف كوب من الحليب السائل وراح اضيف مي عادي من الحنفيه انا هون حطيت نصف لتر مي فقط وخلطت المكونات مع بعض هيك صار عندي الخطوات كلها جاهزه بقي بس نبدا بالتغليف ونجهزهم للقلي بتطلع الدجاج بعد ما نقع ثلاث ساعات ونص اللي حابب يضيف توم مهروس حصين ثلاثة ما بيأثر كمان بيعطيكم طعمة طيبة بس انا اكتفيت بهاي النكهة اليوم برفع هلا الدجاج بصفيه من المي بحطهم على خليط التطحين بقلبهم شوي بعد هيك بدي اقلبهم مزبوط بالطحين ده طبقة بنفضن شوي بعدين رح احطهم لثواني بسيطة بخليط السائل شايفين طريقة كتير مبسطة وسهلة غير معقدة ما فيها مكونات كتير وهيك قصص يعني بسهولة بنسويها عن جد نكهة الفانيلا بخليط التطحين مع الهيل مع معجون الليمون الموجود كمان بالتتبيله رائع بيغنيكم انا بحس عن كل البهارات اللي حطيناها بنرجع بنعيد من كمان تغليفها بالخليط السائل بعدين على التطحين كذا مره لحتى ناخد الطبقه الخارجيه المقرمشه الكريسبي هلا دجاج البروستد بيعيدوا عليه بس مره واحده تطحين وبيقلوه لهيك ما عليه هاي الطبقه المقرمشه متل كنتاكي فيكن انتو تعملو عده طبقات بالبروستد متل ما واضح عليكن هون وانا عرضتها بالفيديو الماضي كمان اذا حابين صح رح نعيد عليها ثلاث مرات لكن ما بتطلع هيك يابسي مقرمدي بالعكس بتطلع مقرمشه ونفس الوقت رطبه ورقيقه اذا لاحظتوا بالمقطع اللي صورت لكم اياه ببدايه الفيديو بتقلبوها بتنفضوها هيك صارت تمام اخدت كفايتها هاي ثلاث مرات بعيد على البقيه نفس الشي هلا بكون مسخني زيت مثل ما حكينا على درجه حراره متوسطه وبنزل الكريسبي بحط يعني حسب حجم القلاي اللي عندي هلا انا هون عندي الوعاء صغير فحطيت ثلاث قطع بكل مره وبستنى شوي هيك ثواني لبين ما احط الثاني حتى تكون اللي قبلها تشمعت تماسكت بذكر على حراره متوسطه حتى اذا ينضج من الداخل ويقرمش بلون ذهبي من الخارج بقلبهم هيك قليبي اول مرور دقيقه دقيقتين يعني بتاخذ معكم كل وجبة من دقائق الى 9 دقائق بتكون محضره مصفاي كمان مشان اتخلص من الزيت الفائض فيكن تقدموا معاها بطاطا انا نزلت الفيديو الماضي مع البروستد اذا بتحبوا تشوفوا طريقتها كمان الرابط تلاقوه بصندوق الوصف بس انا هون صراحه كان عندي طبخ وعملت هذا الفيديو بس مشان شوفكم النتيجه صحن البطاطا جبتو جاهز مع علبة مايونيز وعلبة مخلل وقدمتو معن بس مشان كملكن الشكل النهائي للوصفة لأن قررت صورن فجأة وبتعرفوا هلأ امتحانات الولاد فما كان عندي صراحة وقت إني أقطع بطاطا وأعمل مايونيز قدامكن إن شاء الله في فيديو خاص لعمل المايونيز بطريقة المطاعم هيك صاروا تمام برفعن بحطهم اذن على المصفاي وبتابع آلي باقي القطع. بنفس درجة الحرارة وبذكر انكم لبين ما عم تقلوا اول وجبة تبلو الثاني وتكون جاهزة شايفين كيف مقرمشة رائعة انا قليت ثلاث دفعات هني طلعوا اربع دفعات معي على حسب حجم القلاية اللي عندي كتير مقرمشين ورطبين من الداخل جوسي وأكثر شي هيك العجينة رقيقة طرية ونفس الوقت مقرمشة من الخارج عن جد جربوا الوصفة رائعة خطواتها بطريقة التحضير قلت هي أهم شيء وصدقا أنا حاولت أني أقدم لكم وصفات يعني طريقة تحضير مثل المطاعم ما أي هدف دعاية للمطعم أبدا ولا هني حتى طلبوا مني أنا اللي طلبت منهم بالعكس وهني استغربوا هذا الشيء لأن أول مرة حدا بيطلب منهم يصور داخل المطبخ مراحل التحضير كان شيء جديد وغريب بالنسبة لهم وبالنسبة لي أنا حابة أطور القناة وضيف نكهة جديدة صور لكم من داخل قلب المطاعم وانقل لكم صورة كيف عم يتم تحضير الأكل وساعد مشان نكمل الفيديو أكثر إني أجيب لكم خلطة بهارات مضمونة للطبق الوصفي مثلي بالبيت تحصلوا على نتيجة رائعة وبتنافس المطاعم بالعكس أنا اللي بدي أشكرهم لأنهم أتاحولنا مجال ندخل ونصور من داخل المطبخ وننقل ونوثق كواليس العمل قبل ما تروح للمستهلك يعني بدي أشكر الكادر كله بالكامل اللي استقبلونا وتحملونا كمان لأن كمان كان معي ابني أثناء هاي الفترة بالتصوير بتعرفوا حركات الأولاد يعني كان يوم بالنسبة إلي متعب جدا بتمنى تكون أفدتكم لا تنسوا دعم الفيديو بلايك مشاركة المقطع اشتراك بالقناة تفعيل زر التنبيهات وبعتذر على الإيطالي هدول كلمتي لازم أقوله كان عن الفيديو الماضي وإن شاء الله باقي الوصفات رح تنزل كونوا على الموعد الفيديو القادم رح يكون لسكالوب ما في أبدا أي أسرار مجرد خطوات فقط تقدروا تطبقوه بكل سهولة لا تنسوا دعم الفيديو السلام عليكم